السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتابعيني الكرام. وتغطيتنا اليوم عن جي ام سي سييرا ليفيشن 2022، راح نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. قبل ما أبدأ بالتغطية سعدني إخوان الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافتي على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، انستغرام، وعلى تيك توك. السعر حدود 173 ألف ريال تقريبا شامل الضريبة. نتكلم عن جي ام سي سييرا غمارة ليفيشن 2022 جير 8 سرعات، في دفعة جديدة نازلة فيها فيس ليفت، جيرها جاي أرضي وعشر سرعات. متابعيني الكرام، جي ام سي سيارة بيك اب أو شاحنة صغيرة زي ما يسمونها الأمريكان. طبعا سيارة تنافس فورد F-150، كذلك تنافس رام 1500، وتنافس شقيقها أخوها اللي يرتبط معها بكثير من الأشياء شفرلي سيلفرادو، ولا ننسى ما شاء الله تويوتا تندرا ونيسان تيتان. المحرك الموجود عليها 5.3 محرك V8 8 سلندر بنزين، الله يحرمنا منه. حدود 355 حصان تقريبا، والجير أوتوماتيك علاق 8 سرعات، ونظام الدفع الأساسي خلفي تقدر تخليها أوتو دبل خفيف دبل ثقيل. المواصفات الخارجية، فئة الليفيشن طبعا هي الفئة الأعلى من الاس ال اي، لكن هنا يجي الشبك باللون الأسود بدل الكروم. كنت بقول لكم شبك كروم هو لون أسود، عموما الشبك أسود طبعا بدون كروم. عندنا شعار جي ام سي باللون الأحمر، أكيد اسم السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما شاء الله الصدام اللي يجي من الأسفل يجي ستيل باللون الأسود كذلك. عندنا عدد 4 حساسات أمامية، صراحة أسود حقي جميل غامق كذا، ما أدري أحس غامق زيادة بس جميل. عندنا إضاءات LED نهارية، نور عالي واطي LED مع كشافات ضباب LED، وعندنا هوكين بالأمام. ما شاء الله شاحنة هذه ترى ما هي سهلة. جنوطها مقاس 18 إنش، هذا هو جنطها. مقاس الكفر 265 على 65، والكفرات من نوع جودير. 5.3 لتر V8. عندنا المرايات فيها إنارة، عندنا مرايات كروم إليفيشن زي ما نلاحظ. هذه السيارة من الجنب ما شاء الله أكثر ما هي كبيرة، صعب تجيب جنبها الكاميرا. وعندنا X31 طبعا اللي هو أوفرود، نفس فكرة Z71 الباكجات إلى آخره، هنا X31 أوفرود. من الخلف إضاءتها LED خلفية، عندنا فتحتين شكمان خلفيات، الصدام برضو خلفي ستيل لكن باللون الأسود ليفيشن. درج، السيارة فيها درج عشان نطلع الحوض. عندنا هنا منافذ طاقة خاصة للمقطورة، عندنا الحك الخلفي، عندنا هنا هذا خاص بالسبير، وأربع حساسات خلفية. ونروح إلى فتحتين الشكمان زي ما نلاحظ هنا فتحتين شكمان خلفيات. اللمبة هذه طبعا خاصة بالكاميرا إضاءة، لأن إحنا مولعين كل إضاءات الحوض. السيارة من الداخل زي ما تلاحظون، عفوا الحوض من الداخل. عموما عشان نروح للحوض نفتح الباب ونفتح الدرج. دقيقة أنا سويت غلط، أيوة كذا تمام، كذا فتحنا درج السيارة علشان ندخل للحوض بكل سلاسة. صراحة زمان كان يجي صندوق حتى لو ما في تلبيسة كان يجي فيه ربل حماية تحت، الحين ما عاد فيه. لمبات LED داخل الحوض، عندنا هنا عصا مساعدة هذه عشان تنزل وتطلع بسهولة، عرفت يعني، تساعد الشخص بالصعود والنزول بسهولة، فأنت طالع عشان ما تعذب نفسك ساعدك. عموما هذه هي، عندنا هنا فيش كهربائي طبعا يكون مفصول تقدر تشبكه من داخل السيارة.
وفي لمبات الحوض برضو هنا. هذه هي اشارات الجي ام سي. طبعا الجموس القديمه موديلات الحمر ذوك المفخذه مخصرات، كان يجي حنايا كذا مثل الصندوق. لاحظوا هنا بس شعار جي ام سي، اتوقع تقدر تركب له مستقبلا اذا حبيت. طبعا ليش ما عاد يجي مفخذ؟ امانه مساحه الحوض مهمه، انت يوم تشتري سياره زي هذه بالنسبه لك مساحه الحوض جدا مهمه، فعشان يكون مخصر الى اخره. الرفارف هذه نفسها اللي تشوفونها قدامكم بتكون داخله، فبيكون معك الحوض بحجم اصغر، فنوعا ما ما حيكون عليه طلب الا بس من اهل الهواء. يعني حيكون ستايل فقط. بعدين لا ننسى ان الجديدات المخصر قاعد يجي، شوفوا عشان فتحت الشكمان، شوفوا دحوم. طيب ما ادري واضح معكم ولا لا، ما شاء الله من الشكمانين اللي بالسياره. فالجديدات المخصرات تيجي فيابر. عموما هذه السيارة، طبعا دخول ذكي تشغيل ذكي، بس بطلع لكم مفتاح السيارة. دخول ذكي تشغيل ذكي، فيها خاصية تشغيل عن بعد. تدرون تقدر افتح باب الصندوق من هنا، لاحظوا ما شاء الله تبارك الله. فالجداد جايه فيابر، ما اتوقع انه موضوع عملي كثير. انا اذكرها يعني مع يعني ما يحتاج. اخوي سلمان ترى من النوع اللي يحب المخصرات ال 2004 2003. ما شاء الله ما شاء الله، ما ادري من اللي صراحه كان طربان ظالمها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كمل المواصفات، استغفر الله اول شيء دائما ابدا. عموما السيارة هذا بالداخل فورميكا تخشيب، كرسي السائق كهربائي، مقاعد قماش، بتأكد من كرسي الراكب 90% شك انه كهربائي على الفئات المفصولة، لانه بس مقعدين فقط. الاس ال اي طبعا فصل لانه شغال يدوي، يدوي المرتبة صراحة غريبة. طيب عموما دام صرنا بالمنطقة هذه، خلينا نشوف ايش في مساحات تخزين. عندنا هنا مساحات تخزين العفريتة الى اخره. دائما انصح الناس يعني يرتبون سيارتهم شوي. بسم الله. طبعا عندنا التخشيبه هنا، نقاط باب كروم السنتر لوك، هذا الداخل مراتب منفصله، طبعا جاي ملكي يعني غماره ملكي. الحين ندخل داخل ونمزمز على المواصفات الداخلية. بسم الله. سرد المرتبة. طيب كلنا السيارة فيها تخشيب على الأبواب وبرضو الديكور اللي هنا. صف الفليشر مستقبلا بالدفع الثاني للقر أرضي بيكون عندنا، يعني نقول ديكور القر، لأن هذا قر علاق. ما ادري صراحة امانة وش رايكم، القير الارضي ولا العلاق؟ انا اشوف امانة ما دام باخذ مفصول ممكن اميل للقير الارضي، لكن صراحة باخذ متصل ممكن اكيد يعني باخذ قير علاق لانه متصل. فما ادري انتم وش رايكم موضوع القير الارضي بالجمس، هل يعني فعلا انه طار الكلاسيكية او لا؟ هي تختلف من شخص لشخص. عموما عندنا هنا زجاج كهربائي، المرايات كهربائيه، السنتر لوك، طبعا في باب السائق واكيد عند الراكب في سنتر لوك زي ما نلاحظ. طيب تطعيمات الكروم منتشره بالسياره، عندنا هذا خاص بالمقطوره. حاليا سياره دفع خلفي، هنا الاوتو، الدبل خفيف، الدبل ثقيل، لمبات الحوض، هنا الضباب، الاوتو الانوار تقريبا انها تطفي بدها تشتغل، وعندنا هنا اللمبات الجانبيه للمرايه، تحكم في مستوى الاضاءه الداخليه للعدادات. طبعا برضه فتح التكييف. دركسون السيارة ما شاء الله على فكرة مكسو بالجلد،
فيها مثبت سرعة ما يحتاج، أوامر صوتية بلوتوث، تحكم بعدد رحلات يجي باللغة العربية، طبعا مستوى صرفية الوقود إلى آخره، تحكم بنظام الصوتي خلف المقود من هنا ومن هنا. طبعا هنا مساحات الجير، طبعا ما شاء الله على فكرة يعني غمارة، وصراحة يقدر يركبه شخص عملاق ويرده مرتبة على مزاجه. طيب هذا هو الجير علاق، خليه نشوف كم سرعة. 8 سرعات زي ما ذكرنا. عندنا الـ RPM، عندنا السرعة، بطارية، تنك الوقود، الحرارة، الزيت، هذه كلها موجودة. طبعا السيارة أكيد فيها زر تشغيل ذكي. عندنا هنا شاشة معلومات، بس نقلبها لكم العربية. هذه ميزة السيارات اللي تجي شد مصنع يعني للدولة نفسها، ما تحتاس باللغة وتبرمج، خلاص هي مبرمجة جاهزة للسوق، جاهزة لك لسوقك. طيب عندنا الشاشة هذه تدعم أبل كار بلاي، أندرويد أوتو. شو ما ناخذ هذا؟ المكيف هذا، يعني هو هنا بدل ما الضغط هنا الضغط بالشاشة حسب مزاجك. طيب هدي المكيف. طبعا السيارة فيها نظام أنستار، طوارئ. نشغل لكم كاميرا خلفية، هذه هي، هذا مسار المقطور، هذا مسار السيارة العادي. هذا تستخدم إذا كنت تسحب شيء تساعدك في صف المقطورة، وهذا إذا ممكن يعني ما تسحب شيء. طيب نروح إلى مكيف السيارة، تكلمنا مكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب. طبعا هذا اللي يطفي الباقات الجانبية، الحساسات، نظام ستارت ستوب، توفير وقود، فتح باب الصندوق، فليشر، تراكشن، وهذا منفذ الطاقة اللي صورت لكم بالصندوق، تكون من هنا تشغل الكهرباء اللي فيه. ممكن يخلوه مفاصل علشان خلاص حتى يعني يعني انت الحين مثلا ما تحتاجه، طفيت السيارة وشغلته خلاص يفصل، لازم تعطيه امر السيارة تخليه شغالة. نوع من انواع الامان، نظام المنحدرات، هذا خاص بالمقطورة، تايب سي، يو اس بي، منفذ طاقة كلاسيكي، وفيش كهرب داخل السيارة برضو، ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنا شاحن لاسلكي الجوال، مساحات تخزين. عندنا هنا حاملات الأكواب، طبعا برضو مساحة تخزين هنا، وبرضو في هنا مساحة تخزين. المراتب منفصلة زي ما ذكرنا. عندنا حاملات أكواب برضو هنا ما شاء الله 4، كشخ يا معلم، حتى مو معذبين نفسهم، الضاب مركبين تكاية الجمس العادي اليوكن. هذا منفذ طاقة ومنافذ USB، يعني مفروض أو عفواً حق الغمارتين، عشان مس يعني هذا مفروض إنه في وراء، بس حلو الأفياش يعني كثر الله خيرهم، ما راح نقول أو لا ما عذبوا أنفسهم، لا كثر الله خيرهم حاطين أفياش. طيب هذه مساحة التخزين، لو استغلوها بثلاجة جماعة جنرال موتورز، يعني يستاهل ترى السيارة يكون في ثلاجة، سيارة أوفرود، سيارة ناس تطلع البر، سيارة ناس تروح تكشت، سيارة ناس تروح رحلات سفر، فيحتاج ان السيارة يكون فيها ثلاجة، معناها مساحة عملاقة. ما ادري صراحة، انا اذكر في احد محلات تجهيز الرحلات اذكر كان في عندهم ثلاجة قالب للاف 150، ما ادري هل صار عندهم حق الجمس ولا لا. تخيلوا تجيب حق الاف 150 فورد تركب فيه ثلاجة على طول. منفذ يكس، منفذ يو اس بي، منفذ تايب سي، منفذ اس دي كارد. خلصنا المواصفات، طبعا تكاية جلد. شوف المساحة ما شاء الله، في مساحة حلوة يعني، وصراحة يعني واحد مثلا بيطلع بزران يركب 2-3 كذا صغار من حجم الصغير ترى يركبون عادي، بس طبعا ما في أمان، والمرور يقول ترى مخالفة للي طبعا يحط ركاب أكثر من الحد المسموح بالسيارة. يعني كيف تعرف أنت الحد المسموح؟ عدد كم حزام أمان عندك؟ خلاص هذا الحد المسموح لك. طبعا المراية الداخلية عادية ما هي تعتيم. أنوار السقف LED، الشماسات طبعا فيها مراية مع إنارة، بس والله ما راح أقطع كيس حقة الراكب. فك هذه وشوف، هذه هي أنوار موجودة بالسقف. طبعا لا ننسى كذلك أن السيارة فيها خاصية النقطة العمياء، هذه موجودة هنا. طيب متابعيني الكرام، بشكل سريع عن مواصفات الأمن والسلامة اللي موجودة بالسيارة، فهي فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للساق والراكب، إرباكات جانبية، وعدد حزامين أمان، والحافظ الله دائما وأبدا. أتمنى يكون عجبكم المراجعة السريعة على GMC سيارة ليفيشن 2022 وارد الوكيل. طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.